مع أروع هيدي الكيكة، الباوند كيك الرائع. خليني هيك مرقه شوي على الأعلى. يا سلام، فلافي خفيف، ريحة، نكهة. هلأ صار عندي هيك هيدا الكوب، ونخليه شوي مش ممتلئ على الآخر لنحط شوية كريمة، ضربة كاكاو هيك على الخفيف. اليوم رح نعمل باوند كيك بنكهة جوز الهند مع جليز جوز الهند من على الأعلى. ومش بس هيك، البردان كتير لازم اليوم يعمل معنا وصفة هوت شوكولات رائعة جدا ولذيذة. خليكم معنا، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وكومنت لهذا الفيديو، وخلونا نروح نعمل هالوصفات الطيبين. بداية رح نبلش بالدهون. يعني عندنا مثلا هون زبدة بحارة الغرفة لينة، هيدي زبدة مشاهدينا، عندي نص كوب من الزبدة. فيكن تستعملوا نباتي، فيكن تستعملوا حيواني، ما في مشكلة. بدي اوضعها هلا بوعاء عميق، بدنا نحط هيدي الزبدة اللي قلنا لينة بحارة الغرفة، وبدنا نحط فوقها ربع كوب من الزيت النباتي، اوكي؟ ربع كوب. وايضا بدنا نرجع نحط كوب من السكر. عندي هون كوب من السكر، وبدنا نرجع نخفقهم مع بعض يصيروا شوي كريمي ويختلط السكر مع الزبدة. نخفقهم مع بعض. شوفوا عندي كيف صار هذا الخليط شوي كريمي، خفقته لمدة دقيقة فقط صار عندي بهذا الشكل. هلا بدي اضيف بيض بحارات الغرفة. عندي هون بيضة، حط اول بيضة وبخفق. البيضة الثانية كمان بنخفقها، وبنرجع من بعدها كمان كل بيضة لحال بنخفقها مشان يضل شوي متماسك عند الخليط. البيضة الثالثة، نخفق البيضة الثالثة. شوفوا عندي كريمي الخليط وطري. هلا بدي اضيف الخليط الجاف مع الحليب. هلا هون عندي كوبين من طحين متعدد الاستعمالات، 3/4 ملعقة طعام بيكنج باودر، رشة ملح بسيطة. وهلا بدي نخل هيدي المكونات مباشرة، بدي اخلطهم شوي هيك مع بعض ليمتزجوا بس مشان ما يطير عند الطحين. نرجع نحركهم بالخفاق الكهربائي. هلا بدي احط الفانيلا، تقريبا ملعقة شاي من الفانيلا. فيكم تحطوا الفانيلا بأي وقت بدكم اياه. وهلا كمان عندي هون نص كوب من الحليب بحرارة الغرفة، اوكي؟ نص كوب من الحليب بدي اضيفه. وعندي نص كوب من جوز الهند كمان بدي اضيفهم. وهلا بخلطهم بس ليمتزجوا مع بعض، وبيكون عندي الكيك جاهز. ما بحرك كتير، اوكي؟ هيدا الخليط شوفوا سماكته رائعة جدا. هلا صار عندي جاهز لا ينزل بقالب الكيك. قالب بطول 22 سنتي، ارتفاع 7 سنتي، وعرض تقريبا 8.5 سنتي، اوكي؟ بدي ادهنه بالزبدة لارجع حط له طحين رش عليه مشان يمنع الالتصاق. هلا فيكم تحطوا ورق زبدة تدهنوه بالزبدة فقط، ولكن هيدي الطريقة كتير ممتازة. عندي هون القالب بدي رشه بالطحين مثل ما عم تشوفوا بهيدا الشكل، وبدي ارجع تليه كله بالطحين بهيدا الشكل حتى يلتصق عليه الطحين. هلا برجع بنفض وحدة بهيدا الشكل، وبصير عندي القالب هيك. هلا بدنا نسقط هيدا الخليط، شوفوا مع روعه كريمي رائع بهيدا القالب. هلا بدنا نوزعه، شفتوا الارتفاع. هلا نحط تحته شقفه بس ونطرقه هيك لياخد على مستوى واحد. خلينا نرجع كمان نعمل له بالاخر تمليسه صغيره. كيك صار عندي جاهز، فرني محمى مسبقا، درجة الحرارة 175، منا حرارة عالية. بدي انتبه الحرارة ما تكون عالية، إذا فرني قوي وحسيت عم ياخد لون أكتر بغطيه من الأعلى بورق زبدة أو شي ليخف اللون، وما بحط الكيك بنص الفرن، بحطه أوطى من النص بشوي، وبيكون عندي إن شاء الله جاهز. وكل واحد حسب فرنه بتراقبوه وبتنتبهوا له. الكيك
صار عندي جاهز ريحته ملت المطبخ، شي رائع. شوفوا عندي مقروع هيدي الكيكة، الباوند كيك الرائع. طبعا هو بالفرن قبل ما شيله المفترض انه افحصه بعود كردون، لازم يطلع عندي ناشف. رح اتركه بعدين ليبرد، برجع بشيله من القالب وبنقطه. هلا من بعد ما فتر عندي هيدا الكيك شوي بسباتول، اكيد هو رح يطلع عندي بشكل سريع يعني، رح نقلبه طبعا على اي شبك او اي شيء. شوفوا ما اروعه ولا اشهى من هيك، كتير رائع، غير ملتصق، لونه رائع جدا. هلا عندي جليز بسيط بدي غطي فيه هذا الكيك، كتير رائع وسهل. عندي اول شيء هون نصف كوب من السكر البودرة، وعندي ملعقتين طعام من الحليب السائل. هلا رح ارجع من بعدها نصف كوب من جوز الهند، وبدي رش لهم شوية فانيلا هيك بنعطيهم نكهة شوي، وهلا بنحركهم سويا مع بعض. هلا مشاهدينا الوصفة فيها كوب من السكر البودرة، مش نص كوب، عذرا نحن شوي غلبطنا بالموازين، هي كوب وبنحركهم، يعني عندنا كوب من السكر البودرة مش نصف كوب. هيدا الخليط شوفوا سماكته كيف هي، طبعا اذا وضعته كمان بالثلاجة بالبراد يعني بيرجع بيسمك شوي هيك، رائع جدا. تفضلوا لعندي لنعمل اطيب هوت شوكلت. لنعمل هوت شوكلت عندي طنجرة صغيرة اي اشي على النار بهيدا الشكل. عندي هون كوب ونص من الحليب الكامل الدسم، ضيف له ملعقة طعام من النشاء، مهم كتير هيدي الشغلة، وملعقتين طعام من الكاكاو والبودرة. بدي احرك هيدي المكونات ليختلط بس النشاء معي، اهم شي دوب على البارد. اوكي عندي هلا هون بتضيف 100 جرام من الشوكولا الاسود، اوكي، وهلا شوي شوي على نار خفيفة بلش بحرك فيهم. هلا بدي استمر بتحريكهم مشاهدينا تقريبا شي دقيقتين بيسمكوا عندي وبصيروا رائعين، وبصير هيدا الهوت شوكليت جاهز. تفضل لعندي شوفوا لي هالروعة، شوفوا شوفوا السماكة ما احلاها، ما لازم يكون كتير رخو ولا سميك طبعا، هيدا صار رائع هيك. طب هلا بدنا نعمل شغلة، خلص عندي الهوت شوكليت، بدي بله شوي اطراف الفنجان بصوص الشوكولا، بدي ارجع هون عندي برش شوكولا كمان شوي صغيرة هيك على الخفيف يلتصقوا عندي وبصيروا جاهزين. هلا صار عندي هيك هيدا الكوب، ونخليه شوي مش ممتلئ على الاخر، لنحط شوية كريمة ويطلعوا حلوين على الوجه. هلا بنحط له شوية كريمة بهيدا الشكل، فيكن تحطون بكيس السكب تبع الكريمة حسب الرغبة، هيك بيطلعوا بيشبهوا حبات المارشميلو. طبعا فيكن تحطوا مارشميلو اذا بتحبوا كمان. ضربة كاكاو هيك على الخفيف، شوفوا الروعة، وصار عندي هوت شوكليت ولا افخم. هلا بدنا نحط هيدا الجليز عليه، طبعا سقع عندي، شوفوا ما اروعه، شي رائع. خليني هيك مرقه شوي على الاعلى، طبعا لازم يكون عندي هيدا الكيك بارد بس حط الجليز. هلا بدنا نقطع هيدا الكيك الرائع، شوفوا هلا عندي من الداخل كيف رح يكون، شي روعة، شوفوا لي هالمشهد، يا سلام، فلافي خفيف، ريحة نكهة رهيب. شو هالروعة، شو هالحنان، شو هالرائحة. طبعا رشينا شوية جوز الهند عليه من الأعلى هيك كمان زيادة ليعطيه نكهة. هلا طبعا بدنا نتذوق هيدا الكيك الرهيب مشاهدين الأعزاء. فخامة، بيفرق عن الانجليش كيك انه هيدا رطب من جوا اكتر وقطرة، شي رائع جدا. هوت شوكليت
الله على الهوت شوكليت، سلاسة لا توصف، كتير رائع، كتير الريسيبي رائع وعلى القد جاي مع الكريمة على الوجه كتير، وهي التاتش الشوكولا اللي عالداير ولا أفخم من هيك. مشاهدين الأعزاء تابعونا، ما تنسوا الاشتراك، وإن شاء الله بنشوفكم بحلقة مقبلة. إلى اللقاء.